ما كنا لنخذل رجلا من عطرة النبي ينزل في جوارنا، وقد رأيتم بأسنا في الحرب، وما كنا لنسلم صاحبنا حتى نهلك دونه، ولكن ابن قنون قد رجع نفسه فآثر حقن الدماء، فانتدبنا إليكم لنعرض عليكم السلام، وأنه ينزل عن مطالبه إلى الأبد ويخرج معكم إلى الأندلس، أيكون في جوار الملك المنصور والخليفة هشام، وبذلك تأمنون جانبه ويدخل في الطاعة والخدمة، فما تقولون؟ تعلم يا شيخ يفرن أنه ما راجع نفسه حتى اختبر قوتنا، وعلم أنه لم يبقى بيننا وبينه إلا جولة أو جولتان فيلقى حتفه الذي يستحق، وقد خبرناه قبل الآن فما رأينا له عهدا، وقد أمناه من قبل وهو قد عاد سيرته الأولى، وقد انتدبني الملك المنصور لحربه وأمرني ألا أعود إلا برأسه، وقد صار ذلك قريبا، فلماذا أخذ ما يعرضه الآن وأنا عليه قادر؟ نعم، نزل في جوار الحاكم في ذلك الزمان ولم يبدر منه شر حتى أخرج من الأندلس على غير الوعد والعهد بعد أن فصل عن عسكره، وإذا فقد بدأتموه بالنكس حتى صار في حل من عهوده، فإني أنشدك الله إلى أجبت، أحق ما قلته أم باطل؟ بلى إنه لحق وأنت تعرفه، والآن لا نطير الجدال، هذا عرضه، الأمان له، ويخرج معكم إلى الأندلس، فإن قبلتم فقد حقنا دماء المسلمين، وإن أبيتم لنقاتلن دونه، ثم تبقى النفوس موطورة عليكم إلى يوم الدين، ومعنا أحلاف يرون رأينا، فانظروا أمركم. أنصت يا أبا الحكم، لقد بلغنا غايتنا من الحسن بن قنون وقد انكسرت شوكته وهو الآن يعطينا بيده، وماذا نريد أكثر من ذلك؟ وقد علمت القبائل الآن أنه عرض السلم وطلب الأمان، فإن قتلته لينقلبن عليك أحلافك وليكونن سيف الذي سللته معك أول سيف يسل عليك بعد ذلك، وقد محضناك النصيحة فانظر رأيك. لقد أعطى عمرو ما لم يكن يملك، فلا يلزمني منه شيء، وأنا لا أقطع بأمر ثم أرجع عنه، وليس للعصيان عندي جزاء إلا القتل، فاخرجوا بقطعة من عساكرنا، فإذا لقيتموهم في الطريق فانتزعوا ابن قنون واقتلوه، ثم أتوني برأسه، لا يمنعكم من ذلك شيء. وإن أبى ابن عمكم أبو الحكم يا مولاي؟ ألم تسمعني؟ لا يمنعكم ما أمرتكم به شيء. هذا يمضي معنا دونكم، أما ترى أنه في رفقتي وعهدي حتى أنزله في جوار المنصور والخليفة؟ الملك المنصور قد عهد إلينا بأخذه، فخلي بيننا وبينه. ألم يعلم المنصور أعزه الله أني أعطيته أماني؟ يقول هذا أمان لا يلزم إذ لم يكن بإذنه. قد أعطيتني عهد الله وذمة رسوله، وعلى ذلك قد خرجت معك. قد صدق،
وأنا مأمور ولا أعصي لسيدي أمرا. أنا ابن عمي سيدك ووزيره وبمنزلة الأخ له. والله لو كنت ولده. قال لا يمنعكم إياه شيء. لن تأخذوه وقد أعطيته عهد الله حتى تأخذوني معه. نشدتك الله يا سيدي. قد سمعتني، فارجع. ابن قنونة يا سيدي. وذاك قد عصى أمرك يا مولاي، وقد حال بيننا وبين عدوك، وقد أمرتنا. يا أسماء. يا سيدي هون عليك، أنا فقدت قبل ذلك أبي. قلت اتركيني وحدي. ليس حزنك علي بأقل من حزني. حقا، هل أقول إذن قتل الله من سبب الحزن لسيدنا الملك المنصور؟ بحق الله، كيف فعلت هذا بأخيك وابن عمك ورفيقك من الجزيرة الخضراء حتى الزاهرة؟ قل لي فقط، كيف ينقلب الإنسان من بياض النهار إلى سواد الليل؟ فهمني لعلي أرتاح قليلا. ليت الحياة كما تصورينها، بياض النهار أو سواد الليل، وليت الرجل إما قاتل أو مقتول، ولكنه قد يكون القاتل المقتول معه. لا أيها المنصور،
لا تعزي نفسك بهذا. أنت الآن قاتل زوجي ولا شيء آخر. وإن شئت أن تعزيني فيه فأرسلني وراءه، وإلا فاخرج من منزلي وإن كنت ملك الأندلس كلها. فما الذي أخشاك عليه بعد؟ أما زلت تقول هو صاحبك بعد أن صار الملك المنصور واتخذ لنفسه كل رسوم الملك؟ مع البطش والاستبداد والغدر؟ ألا ترون أني مشغول؟ لا نرى أحدا عندك. وما يبقيك في هذا العمل؟ وأنت صاحب الملك المنصور، ألا يذكر حق الصحبة فيجعلك في خاصته؟ لقد دار الله، هل تريد أن تقتل صاحبنا مالكا؟ إذا كان لم يتورع عن قتل ابن عمه ورفيقه عمرو، فهل يتورع عن قتل مالك إذا صار في خصته؟ لا ندري كيف حدث ذلك، فلا نقضي فيما نجهل. سبحان الله، إذا صنع أمرا نحبه شاهدنا له وهتفنا، وإذا صنع أمرا قبيحا قلنا لا نعلم، لعل وعسى. سيدي المنصور، أهلا بمالك. الفطائر التي تحبها يا سيدي. ضعها، شكرا، ضعها هناك. هل وراءك خبر تريد أن تفضي به إلي يا مالك؟ فأنا كما ترى. يا سيدي، أعلم أني لست في منزلة من يدخل على الملك المنصور فيفضي إليه، ولولا إذنك بدخولي عليك لما أدخلني حجابك يا سيدي. بل إنني أمرتهم ألا يحجبوا عني صاحب مظلمة أو مسألة كائنا من كان. وكذلك عهدنا بكم يا سيدي، وقد كنت قد عهدت إلي أن أتوصل إليك بما يدور بين العامة كي تصلح ما يمكن أن يفسده الخصوم وأهل الكذب والبهتان والأراجيف من وراء حجاب، والعامة لا تعلم، وقد يصدق البعض فتتغير النفوس. وما حملني إليك الساعة يا سيدي إلا حق الوفاء والولاء والانتماء، وناقل الكفر ليس بكافر. قل فإني منصت. متى حدث هذا؟ شرطة البارحة والتقبل. ما الأمر؟ ولماذا تخلف نافع وحامد وعباس عن فتح حوانيتهم اليوم؟ ويل أمكم، ما لكم تحملقون بي؟ أنت تعلم لماذا تخلفوا عن فتح حوانيتهم؟ لا والله لا أعلم، أفلا يخبرني أحدكم؟ تعال إلى أين؟ والله لا أتركك حتى تخبرني. سيدي المنصور، أهل السوق يتهمونني، يقولون إنني وشيت بهم عندك، وأنا والله ذكرتهم لك وما أردت بهم سوءا، وكان الغرض ما تعلم يا سيدي، وهؤلاء أصحابي وهم من خيرة الناس وليس لهم غرض. خيرة الناس لا ترجف بالسلطان ولا تحرض على الفتنة. إذن فهو صحيح؟ والله لا يقولون أكثر مما كنت تقول أنت أيام كنت منا، غير أني ما زلت منهم، وقد أسقطت مروءتي بينهم، وأنا والله ما قصدت أن أكون عينا عليهم، فخذني إذن يا سيدي بما أخذتهم به، فأنا والله أقول ما يقولون. بل نحسن لك ونجزل مكافأتك. حتى السجن الذي يبرئني ويرد مروءتي تضن علي به يا سيدي؟ أما والله لقد عاقبتني عقوبة دونها السجن. ما
نجتمع على باطل فنحاسب به. هذا سوقنا، فارجعوا أنتم. عودوا إلى سيدكم فقولوا له أخرج لنا خليفتنا. نعم، ما يدرينا إن كان قد قتله وأخفى موته كما قتل حسن ابن قنون بعد أخذه الأمان. إني أنذركم لآخر مرة، انفدوا الآن وإلا تغبطت عليكم. ماذا جرى لكم؟ ماذا جرى لعقولكم؟ هؤلاء إخوتكم وهم مأمورون، وهؤلاء أهلكم، دمهم دمكم وذمتهم ذمتكم. لم يقصدوا شرا أو يدعوا إلى فتنة، والذي ينصح ويبوح أبعد من التهمة وسوء النية ممن يدبر في الخفاء ويبيت في الليل. فاتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي الأندلس. هيا هيا عودوا إلى عملكم ولا تعينوا الشيطان على إخوتكم. هيا يا أمينة ولا تظهر الجزع، فكل الملاق مصيره. أحسن إليك حتى رفعتك إلى خطة الشرطة قبل أن تستعفي بنفسك. لم أطلبها علم الله، وأنت تعلم يا سيدي. ثم تحرض علي بعد الذي كان بيننا؟ لم أفعل علم الله، بل وقفت بين الشرطة والناس لأدفع الفتنة، وقد فعلت. فما قولك للناس في الشرطة؟ إنهم مأمورون، أي لا تلوموهم، فالذنب ليس ذنبهم إنما ذنب الآمر. وما قولك للشرطة في الناس؟ الذي يفصح ويعلن بعصيانه أبعد من التهمة وأحسن ممن يدبر في الخفاء ويمكر في الليل. إذن فلا بأس بالعصيان إن لم يكن تدبير الخفاء ومكر الليل. ما أهون أن يحرف الكلام عن مواضعه يا سيدي، فهو حمال أوجه. بل له وجه واحد عندي يا إبراهيم، لقد خيبت أملي. كلنا يخيب أمله أحيانا يا سيدي، كذلك تفعل تقاليب الزمان.
اهلا بالملك المنصور. قد طالت غيبتك عنا. الا تملين يا صبح؟ الشكاوى التي تتوصلين بها الى العامة لتحرضي علي. وكيف احملك على المجيء الي لتراجعني في الامر واراك؟ ومع ذلك فقد كفيتني المؤونة هذه المرة. أعني قتلك الحسن ابن قنون وابن عمك. لا حاجة بي إلى تحريض العامة، فهم يكرهون الغدر. لم يكن غدرا، لم أعطه أماني، وكان قد نكث عهد الخليفة فخرج من مصر إلى المغرب بمعونة الخليفة الفاطمي وعماله ليحوز المغرب لنفسه ويخرجها من حوزة الأندلس وخليفتها. سبحان الله، الآن تذكرت أن للأندلس خليفة؟ هل تصدق؟ والله لقد حزنت لأجلك. نعم، أريد أن أنتزع منك سلطان ولدي، وأريد من العامة أن تنتصف لخليفتها، ولكني علم الله لا أحب أن يتهموك بالغدر وبما يطعن في المروءة. هل تصدق؟ أين أمير المؤمنين؟ هذا المرتك طيب الرائحة. هل تعلم يا مولاي أن الزرياب قد اصطنعه لأهل الأندلس؟ ذلك الرجل كان بالإضافة إلى الموسيقى والغناء ذا مواهب كثيرة. الأثاث، أنواع الطعام، الآنية، بالإضافة إلى الفلك والرياضيات، قص الشعر، أصباغ النساء. كيف كان يجد الوقت لكل هذه المواهب؟ نعم، كيف كان يجد الوقت؟ فأنا أعلم الناس بما يلقى الرجل من ازدحام وقته بالمشاغل. وهل إيصال الشكوى إلى الناس في مقدمة مشاغلك يا مولاي؟ لا بأس يا مولاي، فإن الفائدة مع شدة الضغط ستشعر بعدها براحة عميقة ولذة عارمة. نشدتك الله يا مولاي إلا أجبت. لو كنت أريد شرا بك أما كنت أستطيع أن أفعل؟ تعني أن تقتلني وتخفي ذلك عن الناس؟ وتزعم أنني ما زلت في قصري منقطعا للعبادة؟ بلى، تستطيع أن تفعل، ولكن يمنعك الولاء لخليفتك وأبيه رحمه الله. بارك الله بك يا أبا عامر. وكيف تقتل من شب وكبر على عينيك وكنت وكيله والناظر عليه منذ قدم إلى هذه الدنيا؟ وأنا ما زلت خادمك يا مولاي، ولم أتسمى بلقب الخليفة، ولو شئت فعلت. فأنا أصرف لك شؤون دولتك وأجنبك كل ما يخالط السلطان من المخاطر والهموم وكل ما يثقل القلب ويعذب الروح. نعم، أعانك الله يا أبا عامر. أكاد أختنق بين جدران الزهراء، أريد أن أخرج إلى الدنيا الواسعة، فقط أن أنزه عن نفسي في الخلاء الرهب. هل هذا مطلب كبير لأمير المؤمنين؟ وهذا العامة والمتطفلين وأصحاب الأطماع الذين يرغبون في التوصل إليك وترغب في الشكوى إليهم، وربما أكثر من الشكوى. لا أفعل. إذن نفكر بطريقة يحقق فيها أمير المؤمنين رغبته دون أن يتعرض للأذى والسوء. أهلا
الخيال العظيم. شيدته بنفسي حجرا حجرا ولبنة لبنة، وبذلت فيه من عقلي وجسمي وقلبي وروحي. لم يكن الصعود إلى الذروة أمرا هيناً، وأصعب منه المكوث على الذروة. كل ذلك له ثمن باهظ، فالغرم على قدر الغنم، ولا جال بيد الله، فقد صار من حقي، بل من حق البنيان علي أن أحفظه بعد موتي، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن أورثه ولدي. وأنت، أنت وريثي، منصبك الحاجب لكي ترث الملك الذي شيدته من بعدي. ولكني لست بكرك يا أبتي. دعني عبد الله. هذا أمر أقدره أنا وحدي، وقد فعلت. لا يسوء أنه ذلك كثيرا. لا يسعه إلا أن يصدع بأمري. ولكن إياك وأن تجادل عنه أو عن أي أحد. وإن كنت تريد أن تكون السلطان الذي ينبغي أن تكونه، فيجب عليك أن تنحي العواطف جانبا، ولا تنزل عن شيء وضع في يدك لأحد من الناس، فإن الناس يقدرون الأقوياء أكثر مما يشفقون على الضعفاء. هل تعي قولي؟ عبد الله، ألا تطرق وتستأذن أولا؟ منذ متى؟ منذ أن عزم أبوك على أن يوليك الحجابة دوني؟ دون ابنه الأكبر؟ وما شأني أنا؟ إنه الملك وصاحب الأمر. وأنت توافقه؟ توافقه على ظلم أخيك؟ لا أملك إلا أن أطيع أبي ومليكي. ما أسرع ما تغيرت، لم يكن بينك وبين تغير القلب واللسان إلا تحرك الطمع في السلطان. وأنت، ما الذي يدعوك الآن إلى خطابي بهذه اللهجة؟ أليس الطمع في السلطان؟ ليس هناك حكم شرعي يلزم بتولي البكر، ونحن على شرط صاحب الأمر، ومن أبى فقد عصى، فهل تريد أن تعصي أباك؟ الذي جنيته يا أبتي حتى تؤثر أخي الأصغر علي؟ دعك من هذا يا عبد الله. لن أدعه، لن أدعه يا أبتي حتى أبوح بكل ما في نفسي. وإذا عقلت على الدنيا ما زلت أراك تنصرف عني وتقبل على عبد الملك، تنتدبه للمهمات دوني وأنا أكبر منه ولا ينقصني عقل ولا قدرة. ثم ها أنت تفكر في توليته الحجابة دوني. نشدتك الله يا أبي، أجبني، لماذا؟ لماذا؟ لا أريد منصبا يا أبي، لا أريد شيئا، فقط أريد حبك، حب الأب لولده، حب الأب لولده يا أبي، ذاك الذي تبذله لعبد الملك وتحرمني إياه. وإلا فقل لي، بأي ذنب جنيته؟ أنصت يا عبد الملك، يا عبد الله، لم تجني ذنبا، وأنت في نعمة عندي. وكذلك صاحب بابك وخادمك. اقنع بما قسم لك ولا تجادلني، ولا تدخل علي مرة أخرى وأنا في خلوتي. أبتي، ائذن لي بالسفر إلى حين. إلى أين؟
إلى أي مكان، وما يهمك إن أكون من الأرض. في سرقسطة والثغر الأعلى. والله لقد أسعدتنا بهذه الزيارة. تفضل تفضل يا سيدي. إذا سيدنا المنصور بخير والحمد لله، وأخوك عبد الملك عساه بخير إن شاء الله، وأمير المؤمنين كيف يصنع؟ أحسبه بخير. لا تراه بنفسك؟ وأهل قرطبة بلغني أنه قد وقعت فيها بعض الحوادث، ولكن سيدنا المنصور قادر على قمع أصحاب الشرور والفتن قبل أن يرفعوا رؤوسهم، فهو أعلم الناس بالعامة وتقلباتها. كيف وجدت سرقسطة وأحوازها؟ لا بأس. نحن التجيبيين لا نرضى بها الأرض كلها، قد ألفنا بردها فلا نطيق حر قرطبة في الصيف. قد أهمك أمر عظيم، عرفت أين تقدو، تستطيع أن تثق بي، فوالله لا أخيبك وقد اخترت النزول عندي دون سائر أهل الأندلس. لقد قدم عليك أخاك عبد الملك وهو أصغر منك، لا تعجب، إني أعلم كل ما يجري في قرطبة. يجب أن أعلم إن كنت حريصا ألا يكون مصيري كمصير غالب الناصري وجعفر بن علي بن حمدون. هل يظلمك كلامي؟ أبوك يعلم أنني وقومي قد كرهنا ما صنع بالخليفة، فهو أمير المؤمنين وله في أعناقنا بيعة، ونحن مواليه وموالي آبائه منذ كنا في هذه الجزيرة، وقد والله رضينا بأبيك حاجبا ولم نختلف عليه، بل أعناه ونصرناه، ولكن أن يعطل الخليفة ويحجر عليه ويستبد بالسلطان كله، فلا والله ما رضيت نفوسنا بذلك يوما. تستطيع الآن أن ترجع إلى أبيك فتفشي له كلامي، لا أهتم، فأنا هنا في مناعة بين قومي. ما اخترت القدوم عليك لأكون عينا لأبي، وقد والله قلت حقا، والحق أحق أن يتبع، ولكني لا أريد الأذى لأبي، إنه أبي على كل حال، وإن حرمني حنو الأب. وأنا لا أريد الأذى له ولا لي ولا لك، وقبل كل شيء لا نريده لأمير المؤمنين، وهذا الذي ظهر من عامة قرطبة ما يلبث أن يتحول إلى فتنة عارمة تذهب بالأخضر واليابس وتودي بأبيك مهما كانت قوته. فنحن إذن نصنع الخير للخليفة ولأهل الأندلس ولك ولي ولأبيك أيضا، فإذا تم الأمر لنا أنزلناه خير منزل، على أن يكون لك التصرف في قرطبة وجنوب الأندلس، وأن يكون لي التصرف بالجزء الشمالي منها، وكل ذلك في طاعة أمير المؤمنين. فإذا تعهدنا على ذلك كتمنا أمرنا، فإن تدبيره يحتاج إلى وقت طويل واغتنام الفرصة السانحة، فلعلنا نفوز بغايتنا دون قتال، فذلك أسلم للجميع. فهل أقول هو عهد بيننا لا ننكث؟
ضع يدك إذن في يدي، لا أنزع حتى تنزع، والله على ما أقول شهيد. هل تيقنت من الخبر؟ أعني عيوني لا يكذبون، وهم في كل قرية ومدينة، ولا سيما قصور الولاة وأهل الخدمة والقادة، فمن مأمنه يؤتى الحذر. كيف سولت له نفسه أن يبرز على أبيه؟ لا تنقضي تقاليب الدهر على أبيه؟ إن كان في نفسي شك منه فليس في نفسه مثل ذلك. ذلك أشد على نفسه، أبوه، ولكنك لم تعامله يوما معاملة الأب لولده، فلماذا تلومه؟ أسماء، وأنا أولى الناس أن أذكرك بالحق لأجلك أنت في المقام الأول، فها قد رأيت ما فعل جفاؤك له، فما عساك تفعل؟ تقتله؟ وإن لم تقتله فهل تبقى على جفائك له ويبقى قلبه متغيرا عليك ويعرف بذلك خصومك فيتوسلونه في التدبير عليك؟ إن كنت حازما حقا فأصلح حاله معك وأغلق بذلك بابا لشر عظيم لا يمكن أن تفوز به، وإنما تكون كجادع أنفه بيده، أو من ينتصف ليده اليمنى من اليسرى فيقطعها. هل كتب علي أن أعيش في الشك إلى الأبد؟ ما دام هو الشك وليس اليقين، والشك لا يغني عن الحق شيئا، فاجعله لصالح ولدك لا عليه. أهلا بسعد، ماذا جاء بك من قرطبة؟ سيدي الملك المنصور يستدعيك للعودة من ثورك. الإنسان حرقة الفراق حتى يختبرها. تعال حدثني عن رحلتك، لعلك قد روحت فيها عن نفسك. سرقسطة بلاد جميلة، باردة في الشتاء ولكنها بديعة في الصيف. لولا مشاغل الحب لفعلت مثل ما فعلت. اي والله. سبحان الله، يحسدون السلطان على سلطانه. نعم، لا أشهد نعمة الله الذي اختصنا بهذا الأمر وهيأ لنا وفينا أسبابه، ولكن المشقة على قدر المنزلة، وفي زحمة المشاغل التي لا تنتهي ينسى الإنسان تلك الأشياء الصغيرة التي ينعم بها عامة الناس وتجعل للحياة طعماً. أن يجلس مع ولده
فيتحادثون في كل أمر إلا أمور الحكم والسلطان، ويتناولون الطعام معا كما نفعل نحن الآن، كما تفعل أية عائلة صغيرة من أوساط الناس. إنها والله نعمة عظيمة لمن أدركها، لا يغني عنها ملك الأرض، أليس كذلك يا عبد الله؟ عبد الملك. بلى يا أبتي، بلى.